سامية، أنا راجل ومن حق أتجوز مرة واتنين وتلاتة، الشرع مديني الحق دوت. الله الله يا عبد الله، والله بقيت تعرف تتكلم على الشرع يا سي محمود. الشرع يا حبيبي مديك الحق تتجوز بس بشروط، إن مراتك تبقى عيانة، ما بتخلفش، مش مكفياك يا طفس يا أبو عنزيغة. الظاهر يا راجل أنت اتجننت، لما ربنا إداك شوية فلوس خلاص فاكر تقدر تشتري كل حاجة بفلوسك حتى البني آدمين. الله 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 الله، هو إحنا في مدرسة توقفيني قدامك وتديني محاضرة؟ أنا عملت نفسي بنفسي مش بنفس حد تاني، وعملت قرش ده بعرقي مش بعرق حد تاني. لا ده أنت نسيت بقى، نسيت وتعالى يا حبيبي أما أفكرك. لا أنت ما بنيتش نفسك بنفسك، أنا وقفت جنبك، ولولا القرشين اللي ورثتهم من أبويا الله يرحمه ما كنتش حولت دكانتك الكحيانة لمحلات وشركات. يا سلام، ما أنا مكفيك أهو في كل حاجة، ده أنا مقعدك في شقة ما فيش حد في عيلتك عنده أوضة واحدة منها، ده أنا جايب لك باشمهندس أحسن باشمهندس في الشرابية، أعمل لك ديكورات عمرك ما كنت تتخيليها. بقى هي دي مكافأتي يا محمود؟ هي دي كلمة شكرا بعد السنين دي كلها؟ جاي تقولي خلاص انت كبرتي وعجزتي؟ بقى رايح يا راجل تشتري لها شبكه الماز، ما هو صحيح زي القرعه تمد لبره، ده انت شبك تاني بغوشها ذهب وخدتها تاني يوم، ما رضيتش اكسفك قدام اهلي. صحيح، ما انت زي القطه تاكل وتنكر. انا اللي زي القطه باكل وبنكر؟ شوف السيخه اللي انت لابساها، ده انا مسيخك من ساسك لراسك، ده انت بتمشي في الشارع تشخليلي من اول الشارع لاخره. برضك مديناه شبكتي دين عليك العمر كله. شبكتها مش شبكه، هي الوليه اللي اسمها عزيزه دي، طول ما انت ماشيه وراها هتوديكي في داهيه. يا وليه يا وليه، دي وليه خربت بيوت. حاسك عينك تجيب سيره صاحبتي على لسانك. صاحبتك مين يا ام صاحبتك؟ قال صاحبتك قال مالها مالها عزيزه يا دنايا. اهلا يا ست عزيزه. كويسه يا حبيبي وزي الفل، انا وجوزي واولادي. مالها عزيزه؟ كخه عزيزه، وحشه عزيزه. الحق عليا اني خايفه على مراتك وعلى بيتك، عايز تجيب لها دره لحد عتبت بيتها عشان تقهرها. دره ما تسويش دفرها يا راجل. عيب عليك، عيب عليك اختشي، ما يصحش كده، عيب على شيبتك. خلاص خلاص استنى انت يا راجل، احمد ربنا ان هي جت على قد كده، جت على قد اني خدت الشبكه وحميتها لك بالليمون. انا الود ودي كنت اطلع مطوه من جيبي واديها حرف اكس في وشها مدور كده، اعلمها لك عشان ما تنسانيش طول حياتها. والعيب برضك مش عليكي، العيب على جوزك اللي ملوش شخصيه. مالكش دعوه بجوزي، سيب جوزي في حاله، على الاقل جوزي ما بيصبغش. خلاص يا عزيزه يا عزيزه خلاص، يلا بينا على شقتنا، مالناش دعوه بيهم، سيبهم في حالهم بقى. مرسي يلا اسمعي كلام جوزك وارجعي على شقتك، وعدم المؤاخذه دي مسائل شخصيه بيني وبين مراتي ما حدش يتدخل فيها. اسمع كلام جوزي؟ ما انتوا رجاله بتحاموا لبعضيكوا يا حبيبي. كنت فين يا مرسي؟ كنت مع محمود بلعب طاوله. سهران فين يا مرسي؟ مع محمود بلعب طاوله. عايز اجوزك واحده زي المزمزيل ناني عشان تقول لك يا سوسي زي ما بتقول له يا مودي. الله 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 الله، هي القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه؟ انت عايزه تجيبي سوسي زي مودي؟ ده جوزك ده على ما تفرج. مودي يا راجل اختشي، مودي يا راجل عيب، يا كباره يا محترم يا زنت الحاره. دي البت من دور عيالك، تضحك عليك تقوم تتهبل عليها، تقول لك اتجوزني تقول لها حاضر، اكتب لي تقول لها حاضر، ده انت عندك جوهره اسمها مراتك، والمصطين اسمهم ولادك، يا راجل عيب على شيبتك، ده انت سابق شعرك كله اسود وسايب حته بيضه زي زوزو ماضي، يا خاين العشره. جرى يا عم سوسي، ما تلم مراتك دي، انا مش عايز امد ايدي عليها. خلاص خلاص يا عزيزه يا عزيزه عشان خاطري، يلا بينا متشكلين قوي بيه. مرسي بقول لك ايه كان؟ استني يا بنتي يا عزيزه، انا اخش الم الهدمتين وامشي. تمشي تروحي فين يا حبيبتي؟ انت تقعدي في بيتك يا اختي مش ستاته، واللي مش عاجبه الباب يفوت 100 جمل. جرى يا عزيزه، هو انت اللي هتقسمي وتقولي مين اللي يقعد ومين اللي يمشي؟ سايبها لك مخدره يا حبيبي، حوي حوايه على راسك وشيلها على دماغك. انا رايحه بيت اهلي هيحطوني على راسهم من فوق. يلا يا بيت يلا نمشي. يا راجل عيب. انا غلطانه اني اخترت غلط، كان لازم من الاول اخد واحده مستوايه مش راجل بيئه. الله 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 الله، ليه بس كده يا ناني؟ انا بيئه برضك. اوف كورس، واكبر دليل الست زيزه والست بيزه بتوعك دول. ما انا ناني بنت الاصول، اخد شاور عصير ليمون ساقع؟ اهو برضك شعرك ما يجيلوش انفلونزا. وبعدين دول بيغيروا منك يا ناني، بيغيروا منك وخلاص. انا مراتي سابت البيت وطفشت، يعني بعد كده عيش انا وانتي لوحدينا من غير مشاكل. سوري اتس تو ليت. وعموما انا لقيت وظيفه حلوه في شركه سياحه معروفه،
وصاحبها واحد كلاس، وان شاء الله هستلم شغلي من الصبح. تستلمي الشغل الصبح وتستلمي صاحب الشغل بعد الظهر، تقعدي بقى تسبدي له وتقولي له كلام الحلو اللي انت كنت بتقوله لي. بنت ناس هبله. قوم يا بت، قوم يلا، اطلعي بره، انت مرفوته. لا يا حبيبي، انا سالتي تتهلك قبل ما ترفدني. سلام يا بتاع ست زيزه وست بيزه، راجل بيئه صحيح. يلا يا بت. بيئه شكلي كده والله اعلم تزقت. يا ضنايا يا بنتي، اللي يشوفك وانت قاعده كده قدام التلفزيون يفتكرك مبسوطه وعماله تتفرجي، وانت يا عين امك قاعده مسهمه وسرحانه ومسافره بعيد قوي. مالك يا ساميه؟ انت بتكلميني يما؟ لا ابدا، بس من يوم ما جيتي غضبانه من بيت جوزك يا بنتي، وانت لا بتاكلي ولا بتشربي ولا حد سامع لك حس. وبعدها لك يا حبيبتي. اما اوعي تقولي لي ارجع له ياما، بقى بعد 12 سنه جواز وعشره معاه وبهدله معاه ومع عياله يتشملل، واول ما يتشملل يتشملل عليا انا، يتجوز عليا انا ياما. معلش يعني امك، معلش، بعد اللي عملتيه انت وجارتك زيزه ضروري بقى الجوازه اتفشكلت. مش مهم اتفشكلت ولا لا، المهم انه فكر وجه في باله انه يتجوز عليا بعد ما خدمته هو وعياله السنين دي كلها. معلش يعني امك، المسامح كريم يا اختي، انت عارفه الرجاله عقلهم صغير دايما يغلطوا، واحنا بقى علينا الاحتمال، والحمد لله انت لحقتيه قبل الفاس ما تيجي في الراس. ياما ده ما فكرش يجي يصالحني ويقول لي سامحيني يا مراتي، سامحيني يا ام عيالي. تلاقيه راح يصالح الست الهانم ويقول لها معلش اصل مراتي وجارتها مجانين خلل. ياما ده انا لساني دلدل قد كده اهو، اقول له يا راجل اشتري لنا شقه في اسكندريه ان شاء الله، حتى اوضتين وصاله نصيف فيها نشم الهوا الحلو فيها. ابدا ولا سمع كلامي، وراح يشتري للست الهانم شاليه وقال ايه في مارينا. ياما ده انا بعت شبكتي عشان ولبست القشره، قال البيه رايح يشتري لها شبكه والماس. ايش عرفه هو الالماس اللي كانت سته حافيه بتمشي في الشارع؟ حقه الله يرحمها كانت مقشفه. بس معلش يا اختي، المسامح كريم بقى افتكروا الحلو، هو ياما جاب لك ذهب. ياما الذهب ده بيجيبه لمراته وام عياله، انما الشبكه دي سلف ودين لازم يردها ولا عبرني. والبيه رايح يصرف شقله فلوس من البنك عشان طلبات الهانم. يا دي الدهيه اللي يكون خدهم من البيت واداهم لها. اما انا عندي مشوار مهم لازم اروح. مشوار ايه يا دناي؟ واحده صاحبتي عيانه قوي في المستشفى، هروح ازورها. وماله يا حبيبتي، زيارة المريض واجب، هي في أي مستشفى؟ لا دي في مستشفى هنا قريبة جنبنا، أنا حتى مش هغير هدومي، هاخد عباية من عباياتك، هزورها واجي على طول. فركة كعبي ياما عن إذن. وماله يا أختي؟ افتحي الدولاب خدوا منه أي حاجة أنت عايزاها. بقول لك يا اسطى، خد ال 10 جنيه دي واستناني. من عيني. الله، مش اللي عادل دي ست سامي هاني مرات سي محمود بيه اللي ساكنه في العماره اللي جنبنا؟ ما خدتش بالي والله يا مجد. حاجه غريبه قوي، طول عمرها تلبس الافرانكا وعلى الموضه، اشمعنى يعني النهارده مديها عليا وشاه؟ ماشي يا معلم حجاز، انا هاخد الشروه كلها، التلفزيونات والفيديوهات والريسيفرات والموبايلات المحموله. طيب ربع مليون جنيه يا سي محمود. عينيا يا معلم حجازي، ربع مليون جنيه مقفولين. والدفع الليله، وياريت بالمره تنقل البضاعه اوام على محلك اللي في شارع عبد العزيز، انت عارف ان البضاعه نازله محروقه والليل شطار. عداك العيب يا معلم وازح، انت اتكلم سواقينك دلوقتي وانا اكلم العيال في المحل يستنوني وما يقفلوش الا لما استلم البضاعه بنفسي. وهتدفع كاش؟ الكاش الصبح، انما انا ممكن دلوقتي اديك شيك يضمن لك حقك. يعني الصبح بإذن الله أجيب لك الشيك وأخد المبلغ؟ على بركة الله يا معلم. ها
الو عبد الستار، البضاعه اللي جت الليله تحملوها كلها في لواري وتبعتوها لمحمود بيه فهمي على محله اللي في شارع عبد العزيز. تسلمه هو بنفسه البضاعه وتاخد منه وصل بالاستلام. كله ماشي على البركه بالسلام. اتفضل يا معلم، ادي الشيك بربع مليون جنيه، كل جنيه بينطح. نقدم انعدامها اس محمود. بس زي ما اتفقنا مش هتروح بكره على البنك، هتجيلي هنا على الظهريه على الساعه 7:30 اكيشك على طول. ماشي استأنس. وانا انزل معاك برضو، عايز الحق اروح على شارع عبد العزيز عشان استنى البضاعه.